عدد من الناس اللي لقاو في المنصة عدد من الاختلالات. هذا الدعم غير صالح ولا اللي صالح هذا السائق، لانه حنا كنعتبروه صدقة. مشاو للجانب ديال السيارة، مشاو للجانب الدعم ديال هذا المستغل، مشاو مباشرة للموالي المأذونية. كنعرفوا في هذه الايام الاخيره هناك جدال بالنسبه لهذا الدعم الغازوال، وكانت هناك عدد من الاقاويل والتضارب الاقوال في هذا كيفيه دعم هذا السائق اللي هو الحلقه الضعيفه، ودائما كنناقشوه وكنعطيو عليه عدد من المبررات. اليوم كذلك كيتبين بان هذا السائق اللي هو سائق مزاول اللي كيتوفر فقط على رخصه الثقه، انه يتبين دائما كنشدوه كما كنقولوا بشروط او باللغه ديال الكويريه اورجون، ونحطوه دائما في يعني في المقاعد الاحتياطيه. اذا كيتبين بانه هذا السائق دائما في المقاعد الاحتياطيه، ودليل على ذلك بانه الاسماء اللي دائما كتنزل عليه كسائق المساعد، سائق زيرو بولون، سائق زيرو حقوق، وهذه المسميات كتبين بانها على الواقع اليوم. بما انه كنا بالامس القريب كنا كنتظروا بانه الحمد لله السائق كاين في المذكره ديال الحكومه وديال الوزاره وديال المسؤولين، ولكن هذا كله الا كذب على الاذقان. وتبين في الاخير بانه المستفيد من هذه الماده ديال الغازوال اللي هي دعم استثنائي ظرفي، وربما مازال حتى التاريخ ديالو اللي غادي يستفد فيه هاد الناس اللي غادي يجيهم الدعم. نجيو مباشرة بأنه غادي نتكلموا بأن الحكومة المكلفة من وزارة النقل وكذلك الوزير المنتدب لدى وزارة ديال رئيس الحكومة اللي هو مخصص أو المكلف بالميزانية سي القجاع، كانوا هناك اجتماعات مع ممثلين ديال القطاع ديال سيارات الأجرة، كل واحد من الهيئة ديالو من صفة ديالو. هناك من يمثل النقل العمومي والنقل الطرقي والنقل ديال الجامعات والنقل البضائع وكذلك قطاع ديال سيارات الأجرة، وهناك منظمات اللي كتجمع جميع هذه الأصناف. وحنا من خلال نقابة ديمقراطية للنقل في شخص الأمين العام ديالها كان حاضر حتى هو في الاجتماعات ديال هاد المشاورات ما بين يعني الممثل ديال وزارة النقل أو وزير النقل شخصيا، وكذلك الوزير المكلف بالميزانية، وكيفية دعم هاد القطاع وخصوصا قطاع ديال سيارة الأجرة. المهم هناك يعني مبالغ محترمة بالنسبة للدعم، ولكن الاستفادة لمن؟ هنا فين كنطرحوا السؤال وكنطرحوه يعني بوعد طريقة للجميع المسؤولين، ومن بينهم هاد الممثلين ديال الهيئات الوطنية اللي كانوا حاضرين الاجتماعات. كيفاش خلوا هاد النقطة اللي كيعرفوها بأنه قطاع سيارة الأجرة غير مهيكل وفيه عدد من الأطراف اللي كتشتغل فيها، فيه صاحب المأذونية، فيه المستغل الذاتي وكذلك المستغل المعنوي، وثم السائق الممارس الذي يتوفر على رخصة الثقة فقط. كلش هذه الأشياء ما تطرقوا لها، وإنما مشاو للجانب ديال السيارة، مشاو للجانب الدعم ديال هذا المستغل، مشاو مباشرة للموالي المأذونية. في البداية ديال يعني خروج هذه المنصة اللي كيصرحوا فيها جميع الوسائل النقل من بينهم شركات النقل، كلهم يعني مشاو بالطريقة اللي هي مسترسلة إلا قطاع ديال سيارة الأجرة اللي تعطوا فيه بعض النقاط أو بعض التصريحات اللي ما يمكنش يستفاد فيها حتى ذاك المستغل.
داخل قطاع سياسة الأجرة، وما بالك بذاك السائق الممارس اللي ما معترف به لا وزارة الداخلية لا وزارة النقل، وكيفاش غادي يعترف به مول السيارة. هنا تبين بأن هناك خلل، لأنه قطاع غير مهيكل، قطاع غير منظم، في عدد من التجاوزات، في عدد من يعني الأمور اللي ما كتلقاش القوانين اللي قدرت تضمن كون واحد حقه كان مستغلا أو كان سائقا. إذن في البداية كانت هذه العملية، من بعد كما تقدمنا احنا وتقدمت عدد من الهيئات النقابية يعني برسائل الوزارة بخصوص هذه الطريقة المعمل بها داخل المنصة، تداركت الوزارة هذا الخطأ الأول، ولكن الخطأ باقي، لأنه علاش تزدت واحد الخانة فقط لتصريح بالشرف من طرف صاحب السيارة، وهذا في حد ذاته خطأ، لأنه بحال غادي نقولوا هذاك السائق المياوم والسائق اللي كيتوفر على رخصة الثقة واللي كيكد واللي هو اللي كيدافع على حقه، وكذلك هو اللي كيستهلك هذه المادة ديال الغازوال، وهو اللي كيأدي الثمن ديالها وكيأديه دائما بالارتفاع اللي هو كنعيشوه يوميا طيلة هذه المدة ديال هذه الشهور الماضية. هنا لابد أن نطرقوا لهذه النقطة اللي هي مهمة، لأنه إذا كان السائق غادي يستفد مباشرة هناك عدد من الطرق، ولكن الحكومة ولا الوزارة ولا المسؤولين على هذا القطاع اللي في المركزيات ما بغاوش يكون اعتراف لهذا السائق الممارس اللي هو الحلقة الأضعف. عدد من الناس اللي لقاو في المنصة عدد من الاختلالات. أنا غنعطيك أنا الاختلالات اللي كنعيشوها في داخل القطاع ديال سيارة الأجرة. كاينين السيارات اللي باقي عندهم اللوحة ديال الدبل في، هادو مرفوضين داخل المنصة. ثانيا هناك يعني اي واحد كيدخل بطاقه الرمز ديال الرقم ديالو والملكيه بانه في سميتو كتعطيه بانها راه عليها الحجز، هنا خاصو باش يبين بانه واش ديك السياره تاكسي ولا ماشي تاكسي. هناك عاوتاني عدد من الناس المتوفيين وباقي البطاقه الرماديه في الاسماء ديالهم، هناك ناس اللي عندهم عدد من الاسطول وما كيعيشوش معنا في المغرب، كيخليوها للغساله، كيخليوها كما كنقولوا بالعميه ديالنا بالمهنيه للشنقه، يعني هادو الناس اللي هما كيشدوا الرسيتا وكيفيرسيوها في البنوك للناس اخرين اللي هما لا علاقه لهم بالقطاع. كذلك هناك موظفين ما بغاوش يبانوا بسميتهم بانهم عندهم سياره الاجره، هناك ناس ساميين. اذا هناك اختلالات كثيره، هناك اختلالات كثيره، وكاين اللي كاع رافض بانه ما بغاش يتسجل لان عنده عدد من سياره الاجره. هنا غادي بحال غادي يقولوا بانه غادي يعترف بانه عنده واحد العدد ديال 30 سياره ولا 40 سياره، وكاين عندنا هنا في مدينة قدير اللي كيتوفر على أكثر من 200 سيارة. إذا هذا راه ريع، هذا اقتصاد غير مهيكل، هادو أمور اللي فيها المال العام اللي كيتصدر. حنا هذه سنوات كان غادي يجي الدعم الغازوال المهني، مشى للدعم الأصولي، استفدوا فيه أصحاب يعني المستغلين اللي هما معنويين ماشي ذاتيين، لأن الذاتي عنده سيارة كيبدلها، وذا اللي عنده 30 سيارة وكيشد كل مرة كيشد الدعم، واللي عنده 100 تاكسي كيشد الدعم، راه هادو أموال طائلة. والآن عاوتاني الأموال اللي غادي تخرج شحال من مليار ديال الدرهم من هذا الدعم غادي تمشي بواحد الطريقة اللي ما غادي تبان وما غادي تعطي بأنها راه وصلت لهذاك الإنسان اللي كيستاهلها والمستحق حق ديالها. إذا حنا من الموقع ديالنا كنقابة ديمقراطية للنقل، إلا كنا صبرنا شحال هذه خاص هذا الدعم يتوقف حالا إلى حال إيجاد صيغة، وكذلك يعني الاقتراحات اللي وضعناها باسم النقابة الديمقراطية للنقل بأن هناك عدد من النقاط. كاين اللي غادي يجي يقول لك بأنه إلا غادي نعتمدوا على التنقيط هناك عدد من السائقين ما كينقتوش في المدن الأخرين، إلا غادي نقول غادي نعتمدوا على رخص الثقة كاين بعض المدن اللي كيشتغلوا بدون رخصة الثقة. إذا هنا عاوتاني كاين إشكال اللي ربما كنا مدينة كنا إقليم غادي تشتغل على الجهة وعلى الجهوية، وهنا يمكن هاد الصدقة أنا كنقولها وكنقولها صدقة، لأن احنا ما محتاجين الصدقة، احنا كمهنيين كسائقين كعنصر بشري محتاجين الحقوق ديالنا، الحقوق ديالنا اللي كتوفر على عقد عمل، على استقرارية العمل،
على الترخيص الاستثنائي او الترخيص لهذا السائق، اذا خاصنا تكريس المهنيه. واذا غادي نرجعوا للتكريس المهنيه، هناك عدد من الاتفاقيات مع الوزاره في المحاضر في الداخليه، كما حضر الاتفاق ديال الخماسيه الاخير اللي كنا استبشرنا فيه غير كمهنيين كهيئات اللي كانوا كاع ما شاركوش في هذا المحضر الاتفاق، ولكن تبين اليوم بانه هناك نقاط اللي غادي تجي لهذا السائق في صالحه. ولكن مع الاسف الشديد هذه اكثر من سنه لانه مازال ما تنفذ فيه بند من البنود. كذلك يجب تكافؤ الفرص، يجب الاستغلال الباين لهذا السائق اللي هو اللي خاصو يستفز لا من المأذونيه لا من الاستغلال، وتبقى تاكسي لمن يسوقها والارض لمن يحرثها. بركه لنا من هذه العشوائيه، بركه لنا من هذا يعني دائما كنا مصلحه اللي كنشوفوها غادي تجي لهذا السائق كنلقاو بانها مشتته داخل القطاع، وكنا واحد كيبغي ياكل من هذه الكعكعه رغم بانها ليست حقهم. وكذلك حنا كنهزوا القبعه للمستغلين اللي هما مهنيين اللي قالوا بانهم راه هذا الدعم اللي غادي يجي غادي يعطيه مباشره لهذا السائق، ولكن هادو الا نوايا حسنه والفعل كنتظروه واش يكون ولا ما يكونش. لانه الان كنشوفوا عدد من المستغلين اللي جراوا على السائقين اللي كانوا كيأديوا هذا الثمن ديال الغازوال في هذه الايام اللي كان فيها وباقي مازال، وهو ولا كيشتغل. وكما قال بان هذا التصريح رقمي وليس بتصريح شرفي اللي غيكون مكتوب وغادي يبين بانه شحال من عدد ديال السائقين اللي عنده ويحطوا للتلقي والله يحطوا في قسم الاقتصاد اللي مسؤول على القطاع ديال سياره الاجره بالولايات والعمالات. وهنا ربما غادي نقولوا راه كاينين هناك نوايا، وكذلك جردوا لينا شحال من واحد كاين اللي عنده ديال سياره الاجره، شحال من سائق، واعطيونا اللوائح وشوفوا لينا الناس اللي مستفيدين باش يبقاو لينا المجموعه ديال الناس اللي عندهم المشاكل القانونيه اما في الوفاه اما في البطاقه ديال الرماديه. ومن هنا كنقولوا ونوضحوا ونعاودوا الرساله ديالنا موجهه للوزاره وكذلك المسؤولين بانهم يعيدوا النظر في هذا يعني هذا الدعم اللي هو دعم ظرفي، لان السائق هو ما احوجه الى عدد من النقاط ومن عدد من الحقوق ديالو. كان هناك سجلات مرقومه وفيها مسائل معقوله داخل الاقاليم والعمالات، ما غاديش ندخلوا في هذه المشاكل. الان كاينه العشوائيه، كاينه فوضى، كاين مسائل قرارات حتى هما الفجائيه، لانه هذا القرار رغم بانه كان فيه اجتماعات ولكن كان فيه المخطط بانه هذا الدعم غادي يمشي للناس اللي هما مهيكلين. والان كيتبين بانه القطاعات الطرقيه ديال النقل اخرين كلهم ما عندهمش المشاكل في هذه الطريقه ديال الدعم الا السائق المزاول زيرو حقوق اللي ما كتعترف به اي واحد بانه كيشتغل. هنا فين خاصنا نشتغلوا بانه هذا السائق الا جاب الله كاع جا هذا الدعم راه غادي يأديه. كيفاش غادي يأديه؟ غادي يأديه بارتفاع الروسيتا. ملي غادي يقول ليه المستغل بان راك جاك الدعم ديال الغازوال اللي كنتي كتنقص ليا فيها 20 درهم في الروسيتا وكتعطيه البومبا ليسانس، اليوم راه الدوله عطات لك ديك 20 درهم ديال البومبا، انا غادي نزيد خاصك تزيد ليا في ديك الروسيتا. اذا هنا كيبين بانه هذا الدعم غير صالح ولا لصالح هذا السائق، لانه حنا كنعتبروه صدقه. وكون عطاو قفه ديال رمضان وكون ربما غادي تجاوز جهه ديك القفه فيها خمجه ديال الدقيق والزيت والمسائل له وتجي حتى للدار ديالو ولا تقسموا العمالات كما كانوا داروا في ايام ديال كورونا. بعض السائقين استفدوا من هذه القفه، وكون جات هذيك القفه اللي فيها 1000 درهم راه غادي تديه مثلا التغذيه ديالو ديال شهر رمضان. ولكن الاشكال دابا ها هي غادي تخرج وما عرفنا حتى التاريخ ما كاينش، ربما واش في هذا الشهر ولا الشهر الجاي. وكذلك حتى كيفاش غادي تسرسل هذا المنحه او هذه الصدقه، واش مره واحده ولا جوج مرات ولا ثلاثه. والان كنشوفوا بانه السائق باقي كيأدي الفاتوره ديال هذا الغازوال في الزياده، وهذه الايام اللي كنا حنا ملهيين كما كنقولوا، لان دابا حنا تلهينا كنقولوا الميت فار والجنازه قدام خلا. هي هذه هاد الدعم كنسمعوه ها المواطنين الزبناء كيقولوا بانكم راه غادي تشدوا الدعم في القطاع ديال سيارات الاجره، علاش غادي تكون الزياده في التسعيره؟ يعني هناك عدد من التضارب في الاراء، وهذا المشكل خاصو الان تكون اراده قويه
لا عند جميع يعني المهتمين بهذا القطاع من حكومة من وزارة الداخلية، لأنه كنت دخلت الوزارة الداخلية اللي هي الوصية الأولى على قطاع ديال السيارات الأجرة، ربما ما غاش نعيشوا هذا المشكل، لأنها هي عرفت كيفاش كتدبر هذا القطاع ديال السيارات الأجرة، لأن عندها عقود نموذجية، عندها رخص ثقة، عندها سجلات نقيط، عندها سجلات داخل العمالات، عرفت شحال من الناس اللي كي يعني كيبدلوا الرخص الثقة ديالهم دائما، كاين اللي عنده رخصة الثقة اللي فيها ار يعني كيمارس المهنة طيلة يعني الحياة ديالو كمهني، هاد الأمور كلها وكون جاب الله كانت دخلات في الخط وزارة الداخلية بالنسبة للقطاع ديال سيارات الأجرة ما غاديش نعيشوا هذا المشكل، ولكن في حد ذاته بين لنا بأن هناك اختلالات، وبين لنا بأن هذا القطاع اللي هو قطاع غير مهيكل خاصو يتهيكل، وهاد المذكرات الوزارية وهاد النصوص العاملية والقرارات اللي كتنص يعني بتنظيم القطاع ديال سيارات الأجرة كلها في واحد الجانب، ويعني والمسائل اللي هي باينة في الجانب الثاني. إذن خاص كل علاقة مبنية على القوانين اللي هي معقولة كنا واحد يكون حقه. كذلك ما ننسوش بأنه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.